وعد صباح النور. صباح النور وسيم، تحية ليك ولكل مستمعي إكسبريسو. أعطينا فكرة على جندا الجمعة هذه، شي أهم الأحداث، تقارير، أحداث في الخارج نجموا يتابعوا على ديستانس. ذكر كل مرة ينجموا يمشيو www.radioexpressfm.com يلقاو أن أرتيكل في تو لي ديتاي وأكثر ممكن تفاصيل ودي ليان وتو سكيل فو. صحيح. ميرسي. ويلقاو زادة ربما إحنا ما نحكيوش على معناتها الأحداث الكل، يلقاو بقية الأحداث في الباج نتاعنا. باهي، البداية بأفريكا رينا تونس ساميت اللي هي القمة اللي تنتظم في تونس على نهارين 15 16 اكتوبر 2024 بمدينه الثقافه حول مواضيع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا العميقه. باش نلقاو مشاركه لاكثر من 20 شركه ناشئه من افريقيا باش تقدم مشاريعها في المجال، وباش يكون فما نقاشات بين مختلف الحضور. وفي اطار هذه معناتها القمه هذه تكون في اطار القمه السنويه افريكا رينا واللي باش تكون في كيب تاون في جنوب افريقيا في شهر ديسمبر المقبل. يلقاو كما قلت تفاصيل اكثر على معناتها الارتيكل هذا يلقاوه على الباج نتاعنا، والا يدخلوا www.africarena.com باش يلقاو اكثر تفاصيل. في الاخبار او حدث اخر، هيئه السوق الماليه تعلن عن الاسبوع العالمي للمستثمر اللي يبدا اليوم الاثنين ويتواصل 20 اكتوبر 2024. وناكدت الهيئه انه باش تقوم تنظيم عديد التظاهرات لفائده طلبه الجامعات التونسيه لتمكينهم او تعريف بالاسواق والمنتجات الماليه وبمهام واليات عمل الهيئه بهدف المساهمه في تكوين جيل جديد من المستثمرين وتعزيز الثقافة المالية في تونس. التظاهرة هذه كما قلنا باش معناتها الهدف نتاعها هو تطلقها ساعة منظمة دولية لهيئات الأوراق المالية وتشارك فيها الهيئة للمرة الخامسة على التوالي، تهدف لزيادة الوعي بأهمية التعليم المالي وحماية المستثمرين. النسخة هذه نسخة 2024 باش تركز على مواضيع تتصل بالتكنولوجيا والتمويل الرقمي والأصول المشفرة والتمويل المستديم. نمشيو لصفاقس، مدينة صفاقس على مدى نهارين 19 و 20 اكتوبر وين تحتضن النسخة الرابعة من ماراثون الخطوات الخضراء. الخطوات الخضراء هذه الماراثون كتظاهرة رياضية تحسيسية بقيمة زرع الأعضاء، تأتي في إطار كما قلنا الاحتفال باليوم الوطني والعالمي للتبرع بالأعضاء الموافق ل 17 اكتوبر. باش نلقاو مشاركة لأكثر من 20 أو 2000 متسابق في الدورة هذه في سباقات 1 كيلومتر 5 كيلومتر 10 كيلومتر. كما قلنا هناك بعد رمزي للتظاهرة هذه وتحسيسي بأهمية زرع الأعضاء ودورها في إنقاذ حياة التونسيين. باش تشهد حضور وجوه رياضية معروفة، كيف كيف باش يكون فما حملات تقصي حول أمراض السكري وضغط الدم بإشراف الإدارة الجهوية للصحة. والماراثون هذه باش يكون فيه تسجيل مجاني للجميع العموم وتكون فعاليات مؤمنة. نمشيو للعالم جيتكس جلوبال 2024، هو أكبر حدث تكنولوجي من نوعه في المنطقة، بداية من اليوم 14 أكتوبر 2024 في دبي في مركز دبي التجاري العالمي. باش يكون فما عرض للإنجازات التكنولوجية من مختلف الشركات والمؤسسات حول العالم، كيف كيف باش يكون فما تسليط ضوء بشكل خاص على صعود تقنيات الذكاء الاصطناعي في سياق الثورة الصناعية الرابعة. باش نلقاو 40 قاعة عرض وفما دورات تدريبية وورشات عمل للزوار. في الختام وسيم، ربما الناس تسمع فينا اللي مغرومة بالأوتوموبيل بالسيارات ينجموا يمشيو المعرض باريس للسيارات 2024 مونديال دو لوتوموبيل دو باري، وين يحتفل بمرور هذه النسخة 90 ويحتفل بمرور 126 عام منذ بدايته عام 1898. باش يقام المعرض هذايا في مركز معارض باريس اكسبو بور دو فيرساي، وين فما 6 قاعات مخصصة للمعرض. فما استعراض الأحدث الابتكارات من العلامات التجارية الرائدة، يعني مختلف العلامات التجارية. فما فرصة زادة للزوار باش يقابلوا السائقين، باش يقابلوا المؤثرين في المجال تاع السيارات هذية. المعرض هذا باش يكون بداية من اليوم 14 أكتوبر إلى غاية 20 أكتوبر، وباش يكون مفتوح للعموم بداية من 3-15 أكتوبر. سعر التذاكر 18 أورو، بالنسبة للصغار ما بين 7 و 15 سنة باش تكون 10 أوروات. يلقاو تفاصيل أكثر على معناتها الحد
الحدث هذا على الباج نتاعنا، والا كيف كيف مونديال بوان باري هو الموقع اللي يلقاو فيه اكثر تفاصيل. يعطيك الصحة وعد دوك كيلعاد على الموقع يلقاو حتى ممكن احداث اخرى. فوالا دوك سيتي لاجوندا كيلعاد كيما كل نهار اثنين، باش نحاولوا سيدا نوليو في وسط الجماعة نرجعوا نذكركم ان بيتي رابيدمون بالاحداث، وكان زادوا احداث اخرين وفما حاجات فوالا. خاطر كيبدا على اسبوع دوا فيغ دي شوا، مكانش تاني طويله برشا فوالا. صفية بعد دقيقه معكم في اخبار السبعه ونص، ثم كاري قديمه سليم بوسفاره، وراجعين ضيفكم الاول.